في فرق ما بينهم؟ عايز اعرف الفرق ما بين الفايل والشيت. الملف ده اسمه ايه؟ اسمه فايل ولا شيت؟ الملف ده اسمه فايل، اسمه فايل. طب تعالى ندخل عليه. في الحالة دي اسمه شيت، في الحالة دي اسمه شيت. أنا دخلت عليه، ده اسمه شيت. الشيت بيتكون من مجموعة من الخلايا، زي ما انتوا شايفين الشيت بيتكون من مجموعة من الخلايا. أما اللي بره ده هو الملف، ده الملف بتاعي اللي هو موجود جواه مجموعة من الشيتات. تعالوا كده، لو فتحنا مثلا شيت اكسل لاول مره اهو، لسه اصلا ما اعرفش يعني ايه اكسل، ورحت فتحته كده لاول مره. اول حاجه بعملها قبل ما ابتدي اشتغل، او قبل ما ابتدي ان انا اكتب اي حاجه واعمل اي حاجه، بركز في كام نقطه مهمه اللي هي ايه. اول حاجه اتجاه الشيت، يعني اتجاه الشيت. دلوقتي انا واقف هنا، فده انا كده واقف ناحية اليسار. انا لو هكتب كتبت كله من ناحية اليسار. طيب تعالوا كده نروح على قائمة اسمها البيج لي اوت، البيج لي اوت، ثم هختار حاجة اسمها شيت رايت تو ليفت. اللي حصل ودى معايا الشيت ناحية اليمين اهو، ادوس تاني عليه شيت رايت تو ليفت، رجعهولي تاني ناحية اليسار. يبقى أول خطوة بعملها قبل ما أبتدي أكتب أو أعمل أي حاجة في الشيت، إن أنا بحدد اتجاه الشيت بتاعي، عايزه من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين، عن طريق قائمة اسمها البيج لي أوت، ثم هختار الشيت رايت تو ليفت. تاني حاجة بعملها، إن خبراء شركة مايكروسوفت اتكلموا إن الزوم عندي ما يقلش عن 250 اهو. هل الزوم عندي كام؟ انا خليته 260. طيب ليه؟ ليه انا عملت كده؟ الزوم عندي ما يقلش عن 250 علشان الرؤية بتاعتي تكون واضحة اهو، الرؤية بتاعتي تكون واضحة انا وشغال. عايز اقلل شوية، اقلل على حسب المناسب ليا، بس المناسب ان هو ما يقلش عن 250. طيب واتاكد ان انا واقف فين هنا في الخليه، ما بين اللي هو العمود الاول اللي هو الايه، وما بين الصف الاول اللي هو واحد. طيب انا واقف هنا وعايز احدد الشيت، بحدده ازاي؟ بدوس على زرار الكنترول مع الايه، كنترول مع ايه، هيحدد معايا الشيت بالكامل. كنترول مع، لازم ادوس الزرارين مع بعض عشان عندي مشكله في لوحه المفاتيح، الناس تدوس على كنترول مع الاي، هيحدد معايا الشيت بالكامل. طيب الاختصار الثاني، كنترول مع شيفت مع سبيس، سبيس اللي هو المسطره، كنترول مع شيفت مع سبيس هيحدد معايا الشيت بالكامل. كنترول مع ايه، ثم كنترول مع شيفت مع ايه. تالت حاجة، المثلث اللي انتوا شايفينه ده فوق اللي هو ما بين حرف الاي وما بين الواحد، هدوس عليه عمل تحديد للشيت بالكامل. طيب انا دلوقتي عايز اعرف عندي كم عمود وكم صف. عندي مليون عمود واكتر من 16000 صف، فعلشان اوصل لاخر اشوف عدد الاعمده اللي عندي على الصفوف، بدوس على زرار الكنترول مع الشيفت مع سهم لتحت، كنترول مع شيفت مع سهم لتحت. الناس تجرب كنترول مع شيفت مع سهم لتحت. هنجرب مع بعض.
استاذنك لحظة. طيب انا حاليا احنا قلنا الطرق اللي بحدد بيها الشيت كنترول مع شيفت مع سبيس بيحدد معايا الشيت بالكامل، يا اما كنترول مع ايه، كنترول مع ايه حدد معايا الشيت بالكامل. الطريقة الثالثة اللي هو المثلث اللي انتوا شايفينه. طيب انا عايز انزل تحت اشوف عندي كام عمود، كنترول مع شيفت مع سهم لتحت، جربت انا اهو، كنترول مع شيفت مع سهم لتحت. عندي بس مشكلة، بس اجرب زي ما احنا جربنا من شويه، كنترول مع شيفت مع سهم لتحت وكنترول مع شيفت مع سهم ناحيه اليمين عشان اعرف الصفوف. طيب اول ما بدوس كنترول مع شيفت السهم لتحت هيعد معايا الاعمده. كنترول مع شيفت السهم لتحت وكنترول مع شيفت مع سهم ناحية اليمين. طب أول ما بدوس على كنترول مع شيفت مع سهم لتحت هيعد معايا الأعمدة كام عمود. عايز أرجع تاني كنترول شيفت سهم لفوق. طيب أنا لو دوست كنترول مع شيفت مع سهم ناحية اليمين هيعد معايا الصفوف، فعايز أرجع تاني كنترول مع شيفت مع سهم ناحية اليسار. اولا زي ما انتم عارفين هنا من تحت ده اسمه شيت، عايز اضيف شيت تاني من علامة البلس بيقول لي نيو شيت يعني شيت جديد. طيب عايز اغير اسمه، ضغطتين عليه كليك شمال واكتب الاسم اللي انا عايزه، يا اما كليك يمين عليه ثم اختار رينيم. عايز اعمل له حذف هختار ديليت، واما لو دوست على انسرت دوست اوكي اضاف معايا شيت تاني، اضاف معايا شيت تاني. عايز اغير لون الشيت كليك يمين هختار التاب كلر ثم اختار اللون اللي انا عايزه. عايز اعمل تحديد لكل الشيتات هختار سيلكت اول شيت. عايز اعمل له اخفاء اختار هايد يعني اخفاء، اهو اخفاء للشيت. عايز اظهره ان هايد هيظهر معايا اهو، بيقول لي ده الشيت المخفي. عايز اعمل له حمايه اختار حاجه اسمها البروتكت شيت واكتب كلمه المرور اللي انا عايزها. يعني ايه كلمه حمايه؟ معناها لو اي حد حاول ان هو يعدل، انا عندي بيانات اهي ايا كان البيانات دي ايه، ورحت على الشيت واخترت حاجه اسمها البروتكت شيت وكتبت اي رقم ورحت عملت اعاده تاكيد. تعالوا كده نجرب نمسح الاسم ده اهو، بيقول لي the cell or sheet you are trying to change is on a protected sheet to make a change and protect the sheet you might be requested to enter a password. يعني بيقول لك عشان تعمل تعديل على الشيت لازم تغير
او تدخل كلمة المرور. هو اصلا ما فيش كلمة، عامل كلمة مرور بحيث ان انا مهما احاول اعدي مش هيعدي فيه. عايز ارجعه تاني، هختار الان بروتكت شيت واكتب الاسم او كلمة المرور اللي انا كنت كاتبها، ارجع اكتب اللي انا عايزه هيكتب معايا. انا دلوقتي عايز مثلا اعرف الاكسل بيتكون من ايه. بيتكون من 3 حاجات اساسيتين: نوع البيانات داخل الاكسل values اللي هو ارقام، و text اللي هو نصوص، و date and time تاريخ ووقت اهو. بالنسبة للبيانات داخل الاكسل بتنقسم الى 3 حاجات: ارقام ونصوص ووقت وتاريخ. ادي الارقام وادي النصوص وادي الوقت والتاريخ اللي عندي. طيب بالنسبة لعملياتي، العمليات اللي انا بعملها داخل الاكسل بتنقسم الى 2: operation and equation، يعني عمليات ومعادلات. العمليات يقصد بها اللي هو العمليات البسيطة اللي انا بعملها زي الجمع والطرح والضرب والقسمة والقوة والارتباط. يعني القوة يعني الاس، يعني هنا في المجموع قلنا يساوي مثلا احدد اول خلية بعد كده بلس تاني خلية بعد كده بلس تالت خلية وادوس انتر جاب المجموع. اما في الطرح يساوي اول خلية ماينس خلية التانية وادوس انتر يديني الماينس. اما ناتج الضرب يساوي 5 ضرب الضرب اللي هي شيفت مع 8. شيفت مع 8 في 13 هيديني الرقم. اما ناتج القسم هقول يساوي 600 سلاش سلاش دي هلاقيها بحرف الظهر على 15 هيديني 40. اما ناتج القوة قصده الاس يساوي 6 اس. الاس بعملها ازاي؟ من شيفت مع 6، 6 اس 3. طيب ناتج الارتباط، انا عندي واحد اسمه عمرو واسم ابو طه، انا عايز اخليهم الاثنين اربطهم اخليهم في خليه واحده، اعمل يساوي عمرو وبعد كده اعمل العلامه دي من شيفت مع 7 واختار الخليه الثانيه ادوس انتر فربط الاثنين مع بعض. فده نوع البيانات والاوبريشن والايكويشن. خلينا دلوقتي في الاوبريشن. الاكويشن اللي هي المعادلات زي الصم والافريج والماكس والمين، اللي هي المعادلات الحسابية. المعادلات الحسابية اللي عندي، المعادلات الحسابية. اما اللي هو الاوبريشن اللي هي العمليات البسيطة، العمليات الرياضية البسيطة. يبقى اي حاجة داخل الاكسل بنقسم الى اوبريشن واكويشن. اما البيانات بينقسم الى values text و date and time، ارقام نصوص تاريخ ووقت. طيب هنا في الاكويشن انا عايز اعمل عملية ضرب. اضرب انا عندي 5 وحدات سعر الوحدة 70 جنيه، عايز اضربهم ازاي؟ يساوي 5 ضرب 70 ازاي؟ مع الشيفت مع 8 في 70 هدوس انتر عمل لي ضرب، عمل لي ضرب. شايفين علامة اللي هو البلس دي اللي ظهرت، او المربع اللي باللون الاخضر اللي في الجنب ده اهو، المربع اللي باللون الاخضر اللي في الجنب. طيب ده اسمه حاجه اسمها الفلفلاش. اول ما بضغط عليه ضغطتين ضغطتين كليك شمال اهو. انا دلوقتي لو اخدت من عليه وسحبت لتحت اهو، سحبت انا قلت اهو اول حاجة يساوي، بس نحسب دول هنعمله مع بعض. ده هنا يساوي بعد كده 5 ضرب 70 ورحت مسكت اللي هو المربع الصغير اللي في الجنب اللي هو اسمه الفلفلاش واسحبه لتحت. الفلفلاش بيعمل لي تعبئة تلقائية. بيعمل لي تعبئة تلقائية. طيب
قبل ما اكمل انا عايز اعرف تاني الفرق ما بين الاوبريشن والايكويشن. الاوبريشن اللي هو العمليات الحسابية البدائية زي المجموع زي الطرح زي الضرب زي القسمة زي القوة زي الارتباط. القوة اللي هي الأس، يعني مثلا 6 أس 3. الارتباط أنا عندي خليتين، خلية وخلية، عايز أعمل الخليتين دول دمج. تعالوا كده، يعني عندي مثلا أسوان وجنبها مثلا كايرو، وقلت يساوي. احنا قلنا عشان أكتب أي معادلة لازم اليساوي. حددت أول خلية اللي هي أسوان، ورحت دست على علامة الارتباط اللي هو شيفت مع 7، واخترت كايرو ودست انتر. ايه اللي حصل؟ خليهم الاتنين في خلية واحدة، أسوان كايرو أسوان كايرو. طب أنا عندي مثلا رقم 9 وعندي الخلية تاني 3، عايز أخليها 9 أس 3 يساوي ادي 9. الأس شيفت مع 6، بعد كده اختار الخلية اللي هي فيها رقم 3 وادوس انتر، فاداني 9 أس 3. اما بالنسبة زي ما قلنا ده بالنسبة للاوبريشن بيكون عمليات الحسابية البدائية، يعني الحاجات البسيطة. طيب اما بالنسبة للإكويشن اللي انا بستخدم فيها المعادلات بتاعت اللي هي السم والافريج والماكس والمين اللي احنا شرحناها قبل كده، اللي هو المجموع والمتوسط واعلى قيمة واصغر قيمة، فدي اسمها الإكويشن. دي الإكويشن. فهنا لما جينا عملنا ضربنا الاثنين ببعض. طيب في معادلة عندي اسمها الام مالتي يساوي ام مالتي او ام مالت، وحدد بيقول لي الري 1 اللي هو مثلا العدد، بعد كده بيقول لي سيجمنتيشن اللي هو الفصل دي اسمها سيجمنتيشن. اما بتكون سيمي يا اما سيمي كولوم. السيمي هدوس على حرف الواو، اما السيمي كولوم من حرف الكاف. شايفين الفصل اللي من تحت دي؟ هدوس اهو فصل، واختار الاري 2 واروح اقفل القوس وادوس انتر. يبقى المعادله اسمها الام مالت. بعد كده بحدد الاري الاولاني او السل الاولانيه، ثم احدد السل الثانيه. بعد كده بعمل حاجه اسمها الفلفل قش اهو، امسك من المربع الاخضر اللي في الجنب واسحب لتحت، اعمل لي فلفل قش. عندي معادلة تانية زي بالظبط ام مالت يساوي برودكت، وافتح القوس بيقول لي نمبر 1 ونمبر 2. نمبر 1 5، بعد كده سيمي، انا اسف، سيجمنتيشن اللي هي الكومة، بعد كده بختار نمبر 2 او الرقم الثاني، واروح اقفل القوس وادوس انتر. عمل ايه؟ حسب لي المجموعة عندي. بعد كده معادلتين بحسب بيهم الضرب ام مالت والبرودكت. انا دلوقتي مثلا قلت يساوي، عايز احسب المجموع، احنا قلنا دالة اسمها الصم، واروح افتح القوس واروح بيقول لي نمبر 1 ونمبر 2. يعني معنى كده ان انا عايز لو اجيب مجموع الخليه دي، بعد كده اعمل فاصله واختار مثلا مجموع الخلية الثانية، واروح اقفل القوس وادوس انتر. دي طريقة، يا اما يساوي صم افتح القوس واروح احدد الخلايا كلها اللي عايز اعمل لها عملية جمع، واروح اقفل القوس وادوس انتر. يا اما الت مع اليساوي. يعني ازاي تاني؟ انا دلوقتي واقف على الخليه دي، ورحت دست على زرار الالت مع اليساوي، الت مع اليساوي، ايه اللي حصل؟ جاب لي المجموع. دست انتر، الت مع يساوي، الت مع يساوي، يساوي صم، قوس، واروح احدد الخلايا دي كلها اللي عندي.
واقفل القوس وادوس انتر. دلوقتي انا عايز استخدم، لو جيت مثلا سحبت من تحت كده اهو، فكده انا عملت فيل فلاش، فيل فلاش. طيب انا واقف على مثلا هنا ورحت دوست ضغطتين، يا اما اسحب لتحت يا اما هضغط ضغطتين كليك شمال، هيتم تطبيق المعادله على اللي تحت، ضغطتين كليك شمال على المربع باللون الاخضر، يا اما اسحب كليك شمال واسحب لتحت. المعدل اللي هو المتوسط، المعادله بتاعته يساوي average، وافتح القوس واروح احدد الخلايا دي كلها اللي عندي، واقفل القوس وادوس انتر. يا اما اعمل ايه؟ يساوي الصم، داله الصم اللي هي في اسم الخليه في كام؟ في 3 على مجموعهم 1 2 3 4 5 6 7 8، ان المتوسط بيساوي المجموع على عددهم، المتوسط بيساوي المجموع على عددهم، يساوي average. قوس راح احدد دول واقفل القوس وادوس على انتر. طيب هنا الارباح، ازاي اجيب الارباح؟ هقول المبيعات اللي عندي ناقص راس المال، يعني هقول مثلا يساوي الالف ناقص 770 وادوس انتر، فهيديني الارباح اللي عندي، هيديني الارباح اللي عندي. انا هنا عايز احسب، هو انا دلوقتي مثلا تاريخ بدء العمل كان مثلا سنة او 31 مارس، اللي ده تاريخ بدء العمل، ده تاريخ بدء العمل، فانا عايز بالظبط اهو، عايز اعرف ليه كام سنة، ليه كام شهر، ليه كام يوم، بعمل ايه؟ ليه كام سنة، ليه كام شهر، ليه كام يوم. بقول يساوي معادلة اسمها الديت ديف، واروح افتح القوس واحدد تاريخ البدء اللي عندي، واروح اعمل فاصله، انا عايز اطرح تاريخ النهارده من تاريخ البدء، اروح اكتب today، افتح القوس واقفل القوس واعمل الفاصله، وهقول له انا عايز اعرف ايه، عايز اعرف سنوات العمل، سنه بالانجليزي معناها year اللي هو سنه، اول حرف منها y، اروح اقفل القوس وادوس انتر. حدد معايا بيقول لي 15 سنه، 15 سنه. طب عايز احدد شهور العمل، نفس القصه، معادله اسمها الديت ديف، بس بدل المره دي ما انا هستخدم الير، هستخدم الير والمانس، السنه والشهر. ليه السنه؟ السنه عشان يعمل لي تجاهل ليها، وبعد كده يحسب لي الشهور. طيب انا عايز احسب الايام، الايام يبقى قبلها الاصغر اللي هو اكبر منها هو المانس، هكتب المانس والدي علشان يحسب لي انا ليا كام يوم. تاني افترض مثلا قلت مثلا يساوي، خلينا هنا بدي، ده تاريخ بدء العمل بالنسبة لي، أنا عايز أعرف ليه كام سنة وكم شهر وكم يوم. نقول نستخدم معادلة اسمها يساوي الديت ديف، واروح افتح القوس واحدد تاريخ البدء اللي عندي، تاريخ البدء، وبعد كده بعمل فاصله،
فاصلة. أنا عايز أطرح تاريخ النهاردة من التاريخ بدء العمل، هروح أكتب today وأفتح القوس وأقفل القوس وأعمل فاصلة. ثم أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أعرف سنوات العمل. أكتب year اللي هو السنة أول حرف. طب اس اللي هو الشرطتين اللي نعملهم من فوق دي، بعملها من حرف شيفت مع ط اهو، وادوس انتر. بيقول لي عندي ديت ديف A1 today. اتش ان دي حاجة غلط، تعالوا نعملها تاني هنا. يساوي date def وافتح القوس واحدد تاريخ البدء، اعمل فاصلة واروح اكتب today. واعمل فاصلة واحط مثلا عايز اعرف سنوات العمل، اكتب year اللي هو السنة وادوس انتر، حدد معايا سنوات العمل. اما في شهور العمل المرة دي انا ايه اللي قبل الشهر؟ دي سنة، فاكتب واي ام نفس القصة هنا وهكتب ام عادي. ده لو عايز اعرف عندي تاريخ البدء وعايز اعرف ليه كام سنة وليه كام شهر وكام يوم. دلوقتي مثلا نفترض ان الشخص ده مواليد شيفت مع زد، دين اي مثال احمد محمود. نفترض ان الشخص ده مواليد مثلا مواليد مثلا 1/10 او مواليد 20/10 1990. 20/10 انا اليوم عندي 20 والشهر 10، انا بكتب الشهر الاول بعد كده اليوم. الاكسل اللي بكتب الشهر الاول بعد كده اليوم. قلنا كام؟ 1990. وعايز اعرف الشخص ده ليه كام سنه عايش، اكتب يساوي ديت ديف هفتح القوس واحدد تاريخ الميلاد اللي هو بالنسبه لي تاريخ البدء، واروح اطرحه من تاريخ اليوم، اكتب today واعمل فاصلة. انا عايز كام سنة، يبقى اكتب year او سنة ادوس انتر. الشخص ده لي 31 سنة عايش، طيب عايز اعرف ليه كام شهر، يساوي برضو نفس المعادلة اللي هو الديت اف، واروح افتح القوس واروح احدد اللي هو تاريخ البدء او تاريخ الميلاد عندي، واروح اكتب today انا عايز اطرحه من النهارده. اقول له المره دي انت عايزك تعمل لي تجاهل للسنه وعايز اعرف الايام. انا هربط الاثنين ببعض، انا هربط السنين بالشهر، الشهر يعني مانس، واروح اكتب واي ام انتر. هو النهارده كام شهر؟ النهارده 29/10، لسه يعتبر ما كملش شهر. اكتب يساوي برضو انا عايز اعرف الايام، الديت ديف افتح القوس واروح احدد تاريخ الميلاد واعمل فاصله واكتب today، واروح اقول له المره دي انا عايزك مانس ثم دي، انا عايز اعرف عدد الايام وادوس انتر. اهو هو ليه 31 سنه وليه بالظبط 9 ايام. هنا في حاجة اسمها التقويم الهجري، عايز اعرف التقويم الهجري بيجي ازاي. انا عندي تاريخ زي ده، انا عايز اعرف هو اتولد كام هجريا. انت عندك هنا التاريخ، واروح على الخلية دي ومن حاجة اسمها المور نمبر فورمات، من هنا اهو من النمبر هختار المور نمبر فورمات، ثم هختار حاجة اسمها الديت التاريخ،
وهاجي عند اللوكيت او اللوكيشن هختار بلد عربية، اي بلد عربية، افترض هختار عربيك او ايجيبت. تحت بيقول الكاليندر، طيب اروح اختار هجري وادوس على اوكي. بس الاول لازم اتاكد انا بعد ما اخترت الهجري، اروح من فوق من هنا اختار التاريخ الهجري بتاعي وادوس على اوكي. اهو بيقول لي 1 ربيع الثاني 1411. تاني ازاي بحدد، وبروح على المور نمبر فورمات ثم الديت، ثم هختار بلد عربيه من اللوكيت او اللوكيشن، ومن الكليندر تايب هختار اللي هو النوع بتاعي بتاع الاجنده، هختار هجري، واروح في النوع فوق من التايب هروح اختار التاريخ الهجري وادوس على اوكي علشان يظهر معايا التاريخ الهجري. احنا قلنا علشان اجيب مجموع الرواتب هو ده اللي اتصم، طيب المعدل average، طيب اعلى راتب ده اللي اسمها الماكس، طيب اقل راتب ده اللي اسمها المين، وبحدد الخلايا اللي عندي. عدد الموظفين عندي الكاونت والكاونت ايه والكاونت بلانك. كاونت بلانك بيعد معايا الخلايا الفاضيه، اما الكاونت بس بيعد معايا الخلايا اللي فيها ارقام، اما الكاونت ايه بيعد الخلايا اللي فيها ارقام ونصوص، ارقام ونصوص. تعالوا كده هنا، انا عندي مثلا تاريخ بدء العمل وعندي تاريخ الميلاد. انا عايز مثلا لو قلت هنا الزيادة، قال لك المرتب مثلا 2350، الزيادة 5000، عايز اجيب الراتب النهائي. احنا قلنا بنعمل صم عشان اجمع الاتنين مع بعض، لان هو المرتب الاساسي 2350، الزيادة بتاعته 5000، فاروح اساوي صم الخلية دي زائد الخلية دي هيديني الراتب النهائي، ثم هضغط ضغطتين كليك شمال على علامة المربع الصغير باللون الأخضر، هيعمل لي حاجة اسمها الفيل فلاش، يا إما أمسكه كده وأسحبه لتحت خالص. عندك حاجة اسمها الفلاش فيل، إحنا كنا أخدنا الفيل فلاش وهناخد دلوقتي الفلاش فيل. يعني ايه الفلاش فيل؟ دلوقتي مثلا انا عندي هنا الموظف اسمه محمد حماده، وهنا اسمه ابراهيم، وهنا اسمه ابراهيم الحميد، فاروح عند كلمه محمد كتبت هنا محمد اهو، وجيت هنا كتبت ابراهيم. بس الاول انا همسح كل ده ونعرف ليه دلوقتي. انا كتبت اول اسم ايه؟ محمد. اسم الثاني، اول ما دست على ابراهيم ايه اللي ظهر تحت معايا؟ ظهر معايا حاجه اسمها الفلاش فيل. معنى كلمه فلاش فيل هيعمل لي تعبئه للحاجات اللي عندي اهو، على اساس اللي هو الموجود عندي. انا اخترت اول اسم محمد فظهر، بعد كده اخترت ابراهيم، فالاكسل تلقائي عرف انا عايز ايه، انا عايز اول اسم بس، وادوس على انتر، فكده عمل معايا حاجه اسمها الفلاش فيل. ده غير الفيل فلاش، فيل فلاش انا بستخدمه على تطبيق معادلات، اما الفلاش فيل بيعمل لي تعبئه للحاجات اللي عندي على اساس الرولز اللي انا ماشي بيها. هنا نفس القصه، لو كتبت مثلا حماده، نزلت هنا كتبت ربيع، ايه اللي حصل؟ هو عارف انا عايز ايه، انا عايز الاسم الثاني بس، ادوس على انتر، فكده انا عملت حاجه اسمها الفلاش فيل.
هنا نفترض مثلا انا عملت كتبت ام شفت زد، انا عايز اعمل، انا عندي كود وعايز اعمل كود جديد، تمام؟ رحت كتبت مثلا ام ار ورحت كتبت الكود بتاعي 8 1 2 3 4، احسب بس ده، وهنا كتبت ام ار 9 8 9 30، بس الاول احذف ده اعمله من الاول اهو، مثلا ام ار 8 1 2 3 4، وجيت هنا كتبت برضو ام ار 9، اول ما اكتب 9 فهو عارف انا عايز ايه بالظبط، فبيعمل لي حاجه اسمها الفلاش فيل، بيقول لي انت عايز تعمل 1 2 3، انت عايز تعمل، انت ماشي بنمط معين اهو، دوست انتر فمشى لي بالنمط بتاعي، لا ايا كان نمط الخليه، يعني هو زي ما احنا عملنا دلوقتي ايا كان نمط الخليه. يعني هنا مثلا احنا قلنا بعمل حاجه اسمها ارتباط، انا عايز اعمل ربط ما بين، انا عايز اخلي عبد الرحمن شريف عايز اخليهم الاثنين في خليه واحده، كنا بنعملها ازاي؟ يساوي وبحدد اول خليه وبعد كده بدوس على الشيفت مع 7 واحدد تاني خليه وادوس انتر، فعمل لي ربط ما بين الاثنين، عمل لي ارتباط ما بين الاثنين، ده اللي هو حاجه اسمها الفلاش فيل، ده اللي هو الفلاش فيل والفيل فلاش. تعالوا كده نتكلم مثلا على دالة بسيطة وسهلة، بس الأول لو قلت لك أنا أنا عايز أكبر قيمة عندي، فأكبر قيمة عندي هي إيه؟ أكبر قيمة اسمها الماكس. طيب المرة دي أنا دلوقتي عايز أكبر قيمة من دول، أكتب يساوي ماكس وأفتح القوس وأروح أحدد الخلايا اللي عندي واقفل القوس وادوس انتر، كده انا حددت اكبر قيمه، لا انا عايز تاني اكبر قيمه يساوي لارج، دي معادله تاني اكبر قيمه. طب لو عايز تالت اكبر قيمه نفس القصه، عاشر اكبر قيمه برضو نفس القصه، اول ما دوست على يساوي لارج فتحت القوس قال لي الاري وايه السيجمنتيشن كي، يعني انا هحدد له الخلايا اللي عندي اروح اعمل فاصله اقول له انا عايز مثلا ثالث اكبر قيمه، اروح اكتب له 3 واروح اقفل القوس وادوس على انتر، فجاب لي ثالث اكبر قيمه عندي. طب انا لو عايز اصغر قيمه يساوي المين وافتح القوس واحدد الخلايا اللي عندي واقفل القوس وادوس انتر، اداني اصغر قيمه عندي. طيب انا عايز مثلا ثالث اصغر قيمه، معادله اسمها السمول، سمول بيديني تاني اصغر قيمه، ثالث اصغر قيمه، عاشر اصغر قيمه، وهكذا اهو، واحدد الخلايا اللي عندي واعمل فصله هقول له انا عايز مثلا ثالث اصغر قيمه، اروح اكتب 3 واروح اقفل القوس وادوس على انتر، اداني ثالث اصغر قيمه. وبعرفنا اكبر قيمه، اصغر قيمه، ثالث اصغر قيمه او رابع اصغر قيمه ايا كان هو طالب ايه مني. اما لو عايز ثالث اقل قيمه او ثالث اكبر قيمه، معادله اللارج ومعادله السمول، اللارج والسمول. حلو خالص، هنتكلم على حل اسم كامل، انا عايز افصل الاثنين عن بعض، اعمل عمليه فصل للمتغيرات اهو، احذف بس ده الاول، فانا هفصل، انا هفصل كل اسم لوحده، فانا واقف فين؟ انا واقف هنا، انا هحدد اول عمود عندي، احدد اول عمود عندي، بعد ما بحدد
احدد اول عمود عندي، يا اما ادوس على مثلا انا وقفت على اول خلية، اول خلية عندي اهو، ودوست على كنترول مع شيفت مع السهم اللي تحت، كنترول مع شيفت مع السهم اللي تحت، حدد معايا العمود كله بتاعي. انا حددت العمود بتاعي، وبعد كده بروح على قائمة اسمها داتا او البيانات، داتا او البيانات، وهختار منها حاجة اسمها التكست تو كولوم، التكست تو كولوم. فبيقول لي بيقول لي الفيكسد ويدث ولا الديلميتد، ديلميت وفيكسد ويدث. طيب الفرق ما بين الاثنين، انا لو اختار ديلميتد فانا هعمل فصل معياري، اما لو اختار فيكسد ويدث هعمل فصل قياسي. طيب انا عايز اعمل فصل معياري، يعني ايه؟ يعني انا افصل عمرو عن اسامه، وراح اقول له ديلميتد واقول له نيكست. طيب انا عايز مسافه، فاروح اعلم علامه صح على السبيس. ايه اللي حصل تحت؟ عمل لي فصل الاثنين اهو، واقول له نيكست. فبيقول لي انت عايز تفصل فين بالظبط، اروح احدد له اول خليه بس وادوس على فينش. ايه اللي حصل؟ فصل ما بين الاثنين. معلش ادوني بس دقيقة وهكون معاكم. ماشي بس. طيب حاضر، هبعت لكم الحاجات دي كلها. طب انا بس عايز الناس تشتغل، تكتب حتى اي اسامي معايا دلوقتي، تكتب اي اسامي عشان تشتغل معايا. الناس تكتب اي اسامي دلوقتي حتى لو 5 اسماء. تاني بعملها ازاي تاني؟ انا دلوقتي واقف على الخليه الاولانيه وعايز اعمل تحديد للعمود كله، كنترول شيفت سهم لتحت. اللي حصل حدد معايا الصف كله. انا عايز اعمل عمليه فصل معياري. انا اول ما حددت اول عمود هروح على قائمة اسمها داتا او البيانات، ومنها هختار حاجة اسمها التكست تو كولوم. عندي حاجة اسمها الديلميتد، وعندي حاجة اسمها الفيكسد ويدث. الديلميتد ان انا هعمل فصل معياري، انا هفصل عمرو على اسامة. طب لو عايز اعمل فصل قياسي هختار حاجة اسمها الفيكسد ويدث، فانا هختار ديلميتد، وبعد كده هختار حاجة اسمها نيكست اللي هو التالي، واروح اعلم علامة صح على سبيس واقول له نيكست، واروح هنا احدد اول خلية عايز افصل فيها، اهي دي الخلية الاولى، واقول له فينش. اللي حصل هو بس لخبط عندي عشان انا عملت ايه، انا واقف هنا كنترول مع شيفت مع سهم لتحت، انا مش عايز احدد الفول نيم، انا عايز احدد من اول عمرو اسامه بس. وبعد كده بروح على الداتا اللي هو البيانات، ثم اختار التكست تو كولوم، واختار الديلميتد ان انا هعمل فصل معياري واقول له نيكست، وبعد كده اعلم علامه صح على سبيس علشان يفصل لي ما بين الاثنين، وبعد كده اقول له نيكست. هروح احدد اول خلية عندي واقول له فينش. اللي حصل عمل لي فصل ما بين الاثنين، فصل ما بين الاثنين. ده لو عايز اعمل فصل معياري. طيب مدى التطبيق حلو خالص. في عندي دالة اسمها الاكزاكت اللي هو مدى التطابق، يعني انا عندي مثلا القيمة السابقة 90، القيمة اللي بعد كده 90، القيمة السابقة 92، القيمة الحالية 92، عايز اعرف هل القيمتين متطابقين مع بعض ولا لا، فاروح اعمل يساوي، وهستخدم دالة اسمها الاكزاكت. اكزاكت
واروح افتح القوه بيقول لي تكست 1 تكست 2. انا حددت اول خليه ورحت عملت فصله وحددت تاني خليه وقفلت القوس ودوست انتر، ثم عملت حاجه اسمها الفيل فلاش اهو. فانا عملت تطابق، عايز اشوف الاثنين متطابقين مع بعض ولا لا. اهو انزل لتحت، هنا بيقول لي فولس. يعني ايه فولس؟ يعني الخليه الاولى مش زي الخليه الثانيه. هنا فولس يعني الخلية الأولى مش زي الخلية التانية. عملتها إزاي؟ عن طريق معادلة اسمها الإكزاكت زي ما أنتوا شايفين، يساوي إكزاكت، وأروح أفتح القوس وأروح أحدد أول خلية وأروح أعمل فصلة وأحدد تاني خلية وأقفل القوس وأدوس إنتر، فكده وراني التطابق ما بين الاتنين، التطابق ما بين الاتنين. ده بالنسبة لي اكزاكت. عندي معادلة بسيطة وسهلة ولذيذة اسمها التريم. يعني حلو خالص. انا عندي برضه هنا بيانات سابقة وبيانات حالية وعايز اعمل ما بينهم تطابق، فاختار او اعمل دالة اسمها اكزاكت، ده لو عايز اعرف مدى التطابق ما بينهم، عايز اعرف مدى التطابق ما بينهم. لا لو في نفس الشيت ليها طريقة تانية. طيب لو في نفس الشيت ليها طريقة تانية وهناخدها إن شاء الله، بس مش دلوقتي. طيب أنا عندي هنا الاسم مؤمن محمد زكريا، فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز المسافات اللي عندي دي اخليها بنفس الشكل ده، اقلل المسافات، اقلل مسافات تمام، زائد ان انا عايز كمان ان اول حرف عندي يخليه لي كابيتال. طيب انا رحت ضفت شيت جديد وكبرت مثلا الزوم ورحت كتبت مثلا اسم محمد رمضان. ورحت استخدمت معادلة اسمها الابر بيعمل لي ايه؟ تعالوا كده، انا استخدمت معادلة اسمها الابر ورحت حددت الخلية وقفلت القوس ودست انتر، خلى كل الحروف اللي عندي كابتل، كلها كابتل زي ما انتوا شايفين. طب عايز اخليها كلها سمول، راح اكتب يساوي لوير وافتح القوس واحدد النص واقفل القوس وادوس انتر، خليها لي كلها سمول. طب انا عايز اول حرف بس كابتل زي ما هو معمول كده اهو، امسح ده، اروح استخدم معادلة اسمها البرو بير وافتح القوس واحدد الخليه اللي عندي واقفل القوس وادوس على انتر. دي اصلا معادله عشان كده مرضتش تعمل معايا. كتبت اسم زي ده رمضان، رحت قلت يساوي برو بير وفتحت القوس وحددت الخلية وقفلت القوس، ايه اللي حصل؟ خلالي اول حرف بس كابتل. يبقى الابر بيخلي لي كل الحروف كابتل، اللوير بيخلي لي كل الحروف سمول، اما البرو بير بيخلي لي اول حرف بس كابتل عندي. ترم اند اكسبت. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اظبط المسافات، زائد ان انا عايز اخلي اول حرف بس كابيتال، فبعمل ايه؟ اكتب مثلا يساوي، انا عايز اخلي اول حرف كابيتال فالمعادله بتاعتها اسمها البرو بير، واروح افتح القوس، زائد ان انا عايز اعمل المسافات اخلي مفيش نو سبيس، يعني مفيش مسافات، اروح اعملها الترم
وافتح القوس واروح احدد الخلية في القوس، بس انا كده قفلت القوس بتاع معادلة الترم، انا لازم اقفل القوس بتاع معادلة البروبير واقول له انتر. هنعملها تاني مع بعض، بس ايه، انا عملت ديليت وقلت يساوي. انا اول حاجة اعملها عايز اخلي اول حرف بس كابيتال، اروح اكتب معادلة البروبير، افتح القوس. انا كمان عايز اخلي مفيش مسافات، نو سبيس، اظبط المسافات اللي عندي، اروح اكتب معادلة اسمها تريم، اروح افتح القوس واحدد الخلية اللي عندي واقفل القوس. كده انا قفلت القوس بتاع معادلة التريم. طب اقفل القوس ثاني بتاع معادلة البروبير، اقول له انتر، اللي حصل ظبطها لي. واروح اعمل حاجة اسمها الفيل فلاش، ضغطتين كليك شمال، فاللي حصل عبالي الخلايا اللي تحتها، ده اللي هو التريم والاكزاكت. الاكزاكت بيعمل لي تطابق، اما التريم بيعمل لي اللي هو بيظبط لي المسافات. طيب يظبط لي المسافات اللي عندي. طيب احنا قلنا هنا مثلا عرفنا ازاي بعمل فلاش فيل، وازاي اعمل فصل متغيرات. يعني لو عندي مثلا حاجة زي كده عمرو أسامة، وعايز أفصل للمتغيرات، بنعملها عن طريق داتا ثم التكست اند كولوم. طيب انا لو عايز اربط اسامه مع عمرو، اعمل ربط ما بين الاثنين. يعني دلوقتي مثلا عندي عمرو وعندي اسامه، انا عايز اخليهم في خليه واحده، بس في نفس اللحظه يبقى في مسافات ما بينهم. ازاي؟ تعالوا نجرب كده. انا لو قلت يساوي عمرو، بعد كده علامه الارتباط اللي هو شيفت مع 7، وحددت الخلية التانية، ايه اللي حصل؟ هما انربط الاتنين بس ما عملش مسافة ما بينهم. انا عايز اعمل مسافة، ازاي؟ برضو يساوي احدد عمرو، بعد كده اعمل اللي هو علامة الارتباط، واروح اعمل زي المسافة اهو زي ما انتم شايفين. الفصلتين اللي من فوق عملت مسافة ما بينهم، واروح اعمل علامة الارتباط تاني، واروح احدد الخلية التانية واقول له انتر. هلاقيها ما اتعملتش معايا ليه؟ عملتش، لحظة كده، انا دوست على الريتيرن، اعمل ريتيرن تاني. لو جيت وبصيته بنفس الطريقة اللي احنا عملناها اهو، انا حددت ده بنفس الطريقة ودست انتر، رول مع زد، زي يا شباب احنا فين؟ احنا في تكست جوين يساوي، هو اللي عملت ربط، رحت عملت الفصلتين اللي من فوق، عملت الارتباط تاني، حددت الخلية التانية ودوست على انتر، فما عملتش معايا. هي عملت معايا. طيب لو ما عملتش معايا من اول مرة، اروح برضو احدد الخلية زي ما هي كده وادوس على انتر، هتعمل معايا. واروح اعمل حاجة اسمها الفيل فلاش، الفيل فلاش اهو، اول ما اضغط على المربع اللي في الجنب ده الصغير، ضغطتين كليك شمال، هيعمل لي فيل فلاش. فيل فلاش يعني فيل فلاش هيعمل لي تعبئه تلقائيه للكلام اللي عندي. ادي اهو المعادله، معادله الارتباط، بس عملت المسافات، عملت المسافات علشان يعمل لي مسافه بين الاسم والتاني. عندك معادله اسمها الكونكات او كونكاتينيت اهو، يساوي كونكات او كونكاتينيت، ادي كونكات، قلنا يساوي كونكات يا اما كونكاتينيت، الاثنين بيعملوا نفس الحاجة. فانا عشان اغلب الناس ما عندهاش الكونكات، فهنختار الكونكاتينيت اهو. حلو كده، حلو. فبيقول لي تكست 1، حدد اول تكست اهو.
رحت عملت فصلة. برضو علشان اعمل مسافات ما بينهم اروح اعمل فصلتين اللي ظاهرين دول واعمل مسطرة وفصلتين، واروح اعمل فصلة تاني واروح احدد التكست التانية الخلية التانية واروح اقفل القوس وادوس انتر، عمل لي الفولين. معادلة اسمها الكونكات او الكونكاتينيت بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه فوق اهو. بيعمل لي دمج ما بين الاتنين، حلو خالص. كده احنا يعتبر شرحنا حاجات كتيرة. هنا في حاجة اسمها السبستيتيود. يعني ايه السبستيتيود؟ حلو خالص. انا دلوقتي عندي مثلا اجهزة ديل زي ما انتم شايفين، بس انا بدل ما اكتب مثلا اتش بي رحت كتبت ديل بالغلط، انا عايز اعدل اروح اكتب كل واحد واغير اسمه. لا، في معادلة اسمها السبستيتيود. بتعمل ايه المعادلة دي؟ اول حاجه اقول له يساوي واكتب substitute اهو، ده اسم المعادله. بيقول لي التكست اروح احدد النص اللي عندي واعمل فصله، هقول له ايه الغلط اللي عندي، بيقول لي الاولد تكست الغلط اللي عندي دل، لازم اكتبه زي ما هو مكتوب، بس حطيت الدل ما بين علامتين تنصيص، دي علامات تنصيص. طب انا عايز ابدل الدل بايه؟ انا عايز ابدله بالاتش بي. ادوس انتر اهو بدله لي. نعمله تاني مع بعض، معلش بس ادوني لحظة. احنا قلنا المعادلة اسمها يساوي substitute واروح احدد التكست اللي عندي الخلية اللي عندي. كده اعمل السيجمنتيشن او الفصلة، هقول له انا عايز الاولد تكست احط ما بين علامتين تنصيص، انا عايز اغير الدل، الدل هي اللي فيها الغلط. طيب اعمل فصلة. طيب النيو تكست انت عايز تغيرها بايه؟ اروح اكتب اتش بي وادوس انتر اهو غيرها لي. واروح اعمل حاجه اسمها الفيل فلاش. الفيل فلاش تمام خالص كويس. ده بالنسبة اللي احنا كان المفروض نشرحه في محاضرة النهاردة، محاضرة اكسل، محاضرة بسيطة، محاضرة سهلة، محاضرة اتمنى ما يكونش كان فيها عك كتير. عارف ان الناس كان ممكن محاضرة فعلا محتاجة تركيز. فده بالنسبة لمحاضرة اكسل النهاردة. بس في نقطة عايزين نعملها مع بعض، اختار حيث ومنها اختار additional power sleep واختار ال choice what the power button واختار change setting. انا لو عندي تحت الهايبر نت والسليب مش ظاهرين اروح اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هروح على او هضغط كليك يمين على سطح المكتب واختار حاجه اسمها display setting اعدادات الشاشه، ومنها هختار حاجه اسمها الباور اند سليب، واروح على الاديشنال باور سيتنج، ومنها هختار اول اختيار عندي اللي هو تشويس وات ذا باور بوتن دو. يعني اختار وزرار الباور او الطاقه اللي عندك، الباور اللي هو بيقفل وبيشغل الجهاز بيعمل ايه. ومنه من فوق هختار حاجه اسمها تشينج سيتنج ذات ار كارنتلي ان افيلابل، واروح اعلم علامه صح الحاجه اللي عايز اعمل لها اظهار اهو. لو عايز اظهر السليب اعلم عليها علامه صح، عايز اظهر الهايبر نت اروح اعلم عليها علامه صح. طيب
ده بالنسبة للمعلومة اللي كنت حابب أقولها للناس. طيب ده بالنسبة لي محاضرة النهاردة. المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنكمل فيها برضو شوية تركات في الإكسل بإذن الله، ولو في وقت معانا إن شاء الله بإذن الله هنكمل برضو في بعض التركات في الأكسس هنشرحها. فالمحاضرة الجاية أنا هاخدها بالكامل إن شاء الله شرح إكسل برضو بنفس التركات أو الحاجات المهمة اللي إحنا خدناها النهاردة. والمحاضرة اللي بعدها هنشرح جزء من الأكسس اللي أنا كنت سايبه. فبالتوفيق لكم إن شاء الله، واحتمال يكون آخر محاضرتين معانا المحاضرة اللي جاية والمحاضرة اللي بعدها في الدبلومة. وإن شاء الله بإذن الله مع بداية السنة هندخل على اللي هو الجزء الثاني للدبلومة. بالتوفيق لكم جميعا بإذن الله. واللي محتاج أي حاجة يتواصل معانا عن طريق الجروب بتاع الواتساب أو يتواصل معايا برايفت. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله فيما هو قادم. بإذن الله قريب جدا هيتم شرح برنامج الأوتوكاد والريفت والسوليد وورك برضو بالنسبة لمهندسين ميكانيكا، وهيبقى في شرح برضو للتصميمات الميكانيكية اللي هو الاتشيفاك والفاير فايتنج والبلومينج والميديكال جازز. قريب جدا إن شاء الله، قريب جدا بإذن الله. حاضر أكيد، ما هو أصلا الأوفيس باقي البرامج بتاعة الأوفيس كده كده إحنا حاطينها ضمن الدبلومة. فباقي البرامج بتاعة الأوفيس هتبقى بإذن الله الجزء الثاني من الدبلومة. إحنا ليه قلنا نخلص مثلا جزء، نعمل جزئين منها عشان خاطر الناس اللي عايزة الشهادات تاخد الشهادات، واللي حابب يكمل معانا في الجزء الثاني يكمل. وللعلم ان الجزء الثاني برضه هنشرح حاجات ادفانسد تاني باذن الله في الدبلوم، يعني هنشرح الوورد والباور والاكسل والاكسس، هنشرح حاجات ادفانسد اكتر كمان. بالنسبه لمدني اكيد اكيد والله، في الاوتوكاد والريفت هنشرح الاوتوكاد بالاخص هنشرحه جنرال ان عام، يعني بالنسبه لمدني عماره ميكانيكا كهرباء، والريفت نفس القصه. وبالتوفيق لكم ان شاء الله. لو 3 دي ماكس حتى لو ورشة بسيطة للواجهات الخارجية. حاضر حاضر، كل ده إن شاء الله هيكون متوفر الفترة اللي جاية. حاضر، العفو عليك، ربنا يوفقكم يا رب إن شاء الله. زي ما قلت لكم الجزء الثاني من الدبلومة باقي البرامج بتاعة الأوفيس اللي إحنا قلنا عليها وما شرحناش هنشرحها في الجزء الثاني، زاد إن هنشرح برضو حاجات أكتر من كده في الوورد والباور والإكسل والأكسس، حاجات أدفانسد. حاضر، هبعتها لكم لان في تاسك هيكون مطلوب من الناس تعمله، هيبقى في تاسك على محاضره النهارده. التاسك هيبقى تطبيق المعادلات اللي احنا اخدناها النهارده والشغل اللي احنا عملناه والفرق ما بين الفلاش فيل، ازاي الناس تشتغل على الاثنين، ومعادله زي التريم والاكزاكت، ومعادله زي السبستيتيود، ومعادله زي البروبير. فلازم نعرف الحاجات دي كلها ان شاء الله. والله حاضر. كل ده هيتشرح ان شاء الله الفترة اللي جاية. حاضر، ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. حاضر، كل اللي انتم محتاجينه ان شاء الله هيتشرح الفترة اللي جاية. برامج التصميمات برضو اللي هو الفوتوشوب والانستريتور والانديزاين والافتر افكت والبريمير والاديشن اللي هو الموشن جرافيك والمونتاج، ان شاء الله باذن الله هيتم شرح المحاضرة اللي جاية. المحاضرة الجاية، انا اسف، الفترة اللي جاية باذن الله، الفترة اللي جاية. ربنا يوفقكم يا رب إن شاء الله.